الاهلي الحقيقه احنا كنا في مكان اكننا زي ما قلنا قبل كده في ريال مدريد برشلونه اتلتيكو مدريد، حاجه رائعه جدا. شكر كبير جدا لمجلس اداره النادي الاهلي والاداره التنفيذيه. انا معايا طبعا كمان سياده العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، مجهود رائع محمد بيه، وده اللي احنا متعودين عليه من مجلس اداره النادي الاهلي. الوقت قليل والانجاز حلو والحاجه رائعه، وانبهار لعيبه النادي الاهلي ده اللي احنا شايفينه حاجه تحسب لمجلس الاداره، لان مجلس الاداره عنده هدف، عضو النادي الاهلي وقطاع الكره والالعاب الرياضيه في النادي الاهلي. طبعا الحمد لله. انا اولا يعني عايز اقول اهني جمهور النادي الاهلي، واهني طبعا الشعب المصري وجمهور النادي الاهلي بصفه خاصه بعيد الاضحى المبارك، عادوا علينا وعلى الامه الاسلاميه والعربيه ان شاء الله باليمن والبركات، وتبقى مفترجه باذن الله. وبنبارك طبعا لجماهير النادي الاهلي، وبنبارك لاعضاء جمعيه عموميه النادي الاهلي بالدوري ال41، الدوري الاغلى في تاريخ النادي الاهلي بظروفه وملابساته. طبعا انا مش هنتكلم، الحمد لله احنا استحملنا كتير وبنشتغل، وزي ما انتم شايفين احنا بنشتغل وبنتابع كويس جدا، وبنتابع النقد وبنتابع الناس اللي هي بتشيد او بتشكر، بس احنا دايما بنركز في النقد اكتر من اي حاجه، لان هو ده يعني هدفنا. كابتن محمود الخطيب وقبليه كابتن حسن حمدي وقبليه كابتن حسين، دايما احنا النادي الاهلي ما بيستناش شكر من حد، في خطه انت شغال عليها. كابتن محمود الخطيب عنده برنامج انتخابي حطه قبل الانتخابات، يمكن زي ما انتم شايفين الحمد لله بخطه ثابته بتتنفذ. يمكن هو بس الـ يعني المشروعات اللي النادي الاهلي مع تطوير البنيه التحتيه اللي هو كان بيحلم بيه ومصمم اللي هو ينفذه ده يتعمل، انا رايي الشخصي يعني على دورات متعدده، ما تبقاش في دوره واحده. احنا شايف النهارده الحمد لله منطقه الجروس الجديده في مدينه نصر بالمطاعم اللي دخلت فيها بالخدمات اللي دخلت فيها، انا متهيألي بقت انديه مصر كلها النهارده واي حد بيجي النهارده النادي الاهلي انت نقلت النادي الاهلي في مكان تاني خالص الحمد لله. ويمكن انا سعيد جدا، وده كان الهدف الاساسي لكابتن محمود، اللي ازاي ولادنا وازاي احفادنا ما يخرجوش بره النادي. يعني انت النهارده طول ما انا هو موجود جوه اسره واحده وجوه مبنى واحد وعائله كلها مع بعض، يعني انت بتبقى مطمن على اولادك، فدي حاجه جميله جدا. النهارده صلت الكراتيه في الجزيره برضو الحمد لله رب العالمين. الشيخ زايد ان شاء الله باذن الله شغالين في منطقه البنوك وشغالين في الصالات، فانت في عندك خطه الحمد لله. رئيس النادي بيتابعها يوميا بنفسه، ومعنا مستشار الهندسه طبعا سامي علي كامل ربنا يديله الصحه. انا لسه بقول له اديله ساعتين بس يريح النهارده، وبعد كده هنكلمه بكره نتخانق معاه عشان خاطر اوضه الاكاديميه في مدينه نصر، بس ندي الراجل فرصه ساعتين يشم نفسه الاول. فطبعا الحمد لله رب العالمين. يعني النهارده المدرج دوت يعني كابتن محمود من اول يوم، ويمكن من بدري هو حلم حياته، وزي ازاي يعمل فعلا وحده كامله متكامله للعيبه الكوره. الحمد لله رب العالمين. النهارده دي بدايه، خلي بالك في بالنسبه لجهاز الكوره دي بدايه، وبالنسبه للملعب دي بدايه. النهارده انت عملت يعني مش هقول على اعلى مستوى، الحمد لله انتوا اللي تقولوه، الناس هي اللي دخلت شافت الحمد لله بنظامها بترتيبها من اول غرفه خلع ملابس، قاعه الاجتماعات، وحده العلاج الطبيعي، مركز العلاج الطبيعي، التاهيل على اعلى مستوى، اجهزه الاستشفاء اللي كانت الناس كمان الدور اللي فوق لسه هيبقى فيه شغل، اللي كانت الناس بتنقد دايما. انا ببقى سعيد ان الشباب الاهلاوي والجمهور الاهلاوي طموحه ملوش حدود، واحنا مستعدين وعلى تم استعداد ومتحرك معاه، بس انا عايز لهم اطمنوا اطمنوا اطمنوا، وان شاء الله باذن الله. يعني الناس بتحب النادي الاهلي، الناس بتحب النادي بقلبها، سواء احنا موجودين ومكملين هتلاقي في خطه بتتنفذ، مشينا اكيد اللي هيجي بعدينا هينفذ، ده النادي الاهلي. فما تستعجلوش، ما تخليش حد يوركوا في يعني مش عايز اقول مهاترات مالهاش لازمه، انقد. واحنا بنسمع النقد سواء الجماهير النادي الاهلي بنسمع النقد كويس قوي، اعضاء جماعه النادي الاهلي بنسمع النقد كويس قوي وما بنزعلش منه، بل بالعكس احنا بنتابع وبنرد وبننفذ وبنشوف. فعشان كده بقول لهم يعني النهارده زي ما احنا شفنا دي، لو انت تجي تحسبها احنا يعني المجلس عمره سنه وثمان شهور او سنه وست شهور، اما تيجي تشوف حجم الحاجات اللي عماله تتفتح ورا بعضيها ما شاء الله، ولسه انت عندك ان شاء الله برضو في يعني خلال ايام هتفتح منطقه ترفيهيه في مدينه نصر باذن الله ان شاء الله باذن الله. فانت شغال على المستويين، شغال على النادي الاهلي الرياضي البطل اللي هو ما فيش حد بيتهاون، اللي هو لازم البطوله اول دوري ان شاء الله اول كاس باذن الله باذن الله، حلم افريقيا ان شاء الله برضه يرجع تاني. نفس القصه دخلت في قطاع تاني خالص اسمه القطاع الخدمي والقطاع الاجتماعي ودور النادي الاهلي والمسؤوليه المجتمعيه. فانت النهارده هتلاقي كابتن محمود الخطيب يعني هو ده بقى بيبو، يعني مخلي الناس كلها بتتحرك، بس مخلي الناس كلها بتتحرك بحب، مخلي الناس كلها بتتحرك ازاي تخدم النادي الاهلي، مخلي الناس كلها ازاي تحب النادي الاهلي من غير بقى يعني خروج عن النص وجعجعه وحاجه كلها وادعاءات كاذبه لو احنا اتكلمنا فيها عيب مش مناسبتها لو واحد يتكلم فيها، ولكن هي دي اخلاق النادي الاهلي، او هي دي القدوه اللي انت بتدور تقول لاولادك ازاي يبقى عندك قدوه، ازاي لو انت راجل النهارده التزمت، لو انت راجل النهارده اتمرنت، لو انت راجل النهارده عملت اللي عليك ربنا بيكرمك هتبقى زي الراجل دوت.
يعني هو ده اللي احنا دايما بنحلم بيه لاولادنا. ومتهيألي مجتمعنا النهارده اليوم يعني الايام دي بالذات مع القياده السياسيه الموجوده مع المجتمع والتغيرات اللي في المجتمع، متهيألي احنا بقينا محتاجين قدوه، بقينا محتاجين الاخلاق، بقينا محتاجين الناس تشتغل بدون مجاملات، بقينا محتاجين الناس تشتغل بدون صوت عالي، لان الصوت العالي بقى احنا قادرين. ويمكن سيد انا يعني فيز قالها، يعني خلي عندك نفس طويل وعندك يعني الكلمات المصطلحات اللي احنا عشناها مع اللي عشناها مع كبسة.